والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في آيات مباركات تلت هذه الآية الكريمة، قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله، المراد بسبيل الله عز وجل إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله عز وجل. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالضابط إذن لسبيل الله القتال لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا الذي يترتب عليه أمر الشهادة في سبيل الله. فالشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا ضابط الشهيد. أما ما يطلقون عليهم شهداء، شهيد الفن وشهيد الثورات وشهداء إلى آخره، كل هذا لا يمت للشهادة في سبيل الله بصلة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف صورا من صور الشهادة لكن تفارق الشهادة في سبيل الله في أمور كالمطعون والمبطون والغريق والحريق والمرأة تموت بجنب، أي تموت أثناء الولادة أو تموت وهي بكرة على القول الآخر. هؤلاء شهداء باعتبار، لكن يغسلوا ويصلى عليهم، والله ولي التوفيق. فليقاتل في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله. هنا نذكر إخواننا والمسلمين أن المسلم منا له نفس واحدة لا تفكر تجرب بها، إنما إذا فكرت أن تضعها في موضع ترجو بها ثواب الله سبحانه وتعالى، فتكون درست المسألة دراسة جيدة وعلمت بمقتضى الحكمة وبمقتضى النظر الشرعي من جميع الجوانب أن نفسك سترزق لإعلاء كلمة الله، وإلا لا تجرب بنفسك أبدا في أمور مشكوك فيها أو في كونها في سبيل الله، والله أعلم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، يشرون هنا بمعنى يبيعون، يشترون يشترون، لكن يشرون يبيعون، ومنها وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. ومنه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فيشري يختلف عن يشتري، يشتري يأخذ هو السلعة، يشري يبيع. الذين يشرون الحياة الدنيا يبيعون حياتهم بمرضات الله وجنات الله بالآخرة، والمراد بالآخرة هنا ما فيها الآخرة وما فيها من النعيم والجنة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يقتل أو يغلب. ومنه قوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وهما النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. تثار هنا مسألة، وهي: هل الذي يغنم في الحرب ويسلم
أجره كأجر الشهيد أم لا؟ بلا شك أن الشهادة في سبيل الله أعظم أجرا. وفي الحديث: ما من سرية تغزو فتسلم أو تغنم إلا وتعجل ثلثي أجرهم. وفي رواية: ثلث أجرهم. وهنا ننتقل إلى مسألة أعم شيئا ما، الأعمال التي تعمل من القربات ويتقاضى عليها أجر، هل هذا الأجر ينقص الثواب يوم القيامة؟ كالذي يدرس قرآن مثلا، يعلم الناس القرآن ويتقاضى أجرا، الأجر حلال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والأحاديث التي وردت في معرض المنع كحديث: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، وحديث: سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، ونحو ذلك، كلها فيها مقالات. ولا تنطيد لمقاومة حديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فلذا يرى الجمهور جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن السؤال المطروح: إذا أخذ الأجر على تعليم القرآن هل ينقص أجر المعلم؟ بلا ريب أن أجر المعلم الأخروي الذي المعلم الذي يلتمس أجره من الله ولا يأخذ من الناس أجرا أعظم بلا ريب أجرا عند الله من الذي يتقاضى شيئا من الأجر. هذا على الإجمال. وقد تبلغ النوايا الحسنة الطيبة بصاحبها مبلغا كبيرا في الأجور، لكن كتقييد عام لو تصورنا معلمين للقرآن أو خطيبين من خطباء الجمعة أو مدرسين يدرسان العلوم الشرعية، واحد يأخذ أجرا والثاني لا يأخذ، فبلا ريب أن الذي لا يأخذ هو أعظم أجرا من الذي يأخذ على التقييد العام. أما الاحتياجات والضرورات فهذه لا أحكمها الخاصة. قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ما الذي يمنعكم؟ وقد علمتم الأجر. وفي الشريعة شيء اسمه المعاوضة. المعاوضة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فالجنة عوض عن النفس والمال، أجر المعاوضة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي ولإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هنا لا يلزم أن نقول ثم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ثم في سبيل إنقاذ، فكلمة ثم معروفة هنا أنها ليس لها كبير تأثير في هذا الباب. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فهناك رجال نعم هم أقوياء في أبدانهم لكن ضعفاء في التصرف والحيلة، قوي البدن لكن لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا. من المستضعفين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستضعفين من الرجال: الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة. وكان النبي يقنت في صلاة الفجر يدعو لهم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وأنجي سلمة بن هشام، وأنجي عياش بن أبي ربيعة، وأنجي المستضعفين من المؤمنين. فكان أهلهم يسومونهم سوء العذاب. هناك من الولدان، النساء والولدان، ابن عباس وأمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. ابن عباس كان صغيرا لم يبلغ الحلم عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من المستضعفين بمكة، وأمه كذلك.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إذن يجوز القتال لاستنقاذ المستضعفين، لاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إذا كانوا في بلاد ليست بيننا وبينها معاهدات. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهي هنا مكة، أما أنها آمنة مطمئنة كقرية في التقعيد، لكن أهلها ظلمة، أهلها ظلمة آنذاك، الظالم أهلها. واجعل لنا من لدنك وليا يتولانا وينصرنا بإذنك، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وهذا من الأدعية التي ينبغي أن نكثر منها، نسأل الله أن يجعل لنا من لدنه وليا وأن يجعل لنا من لدنه نصيرا. قد أصبح المسلمون في كثير من بلاد الإسلام غرباء، أصبح المسلمون غرباء في كثير من بلاد الإسلام، لا لشيء إلا لمجرد إقامتهم لدينهم. قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي لإعلاء كلمات الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، ومنه الشيطان، ومنه الأصنام، ومنه الحاكم الظالم، ومنه كعب بن الأشرف. كل هذه الأقوال ينتظمها أو تنتظمها كلمة الطاغوت، فمأخوذة من الطغيان، وطغى تجاوز الحد، إن لما طغى الماء حملناكم في الجري. فقاتلوا أولياء الشيطان، فهذا قوى وجهة من قال إن الطاغوت هنا الشيطان وما يدعو إليه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هناك مقولة يثيرها بعض الناس فيقول بعضهم: كيد المرأة أقوى من كيد الشيطان، لأن الله قال إن كيدكن عظيم، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا الكلام عليه ليس على كلام الله تحفظ، لكن على الفهم نفسه تحفظ. فكيد النساء عظيم فيما يتعلق بالرجال وإخوة الرجال، لكن في الحروب والإمارة وشؤون المسلمين، النبي قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهذا مخصوص إن كيدكن عظيم في الإغواء أو الاستدراج، والله تعالى أعلى وأعلم. أما على الإطلاق فلا. أما الكفر أهله أيضا، فالله يقول في شأن الكافرين: ومكروا مكرا كبارا، ومكروا مكرا كبارا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. خرج النسائي بسند صحيح أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أصحاب له لما أسلموا ومنعوا من القتال، قتال الكفار، فكان ينال منهم، إنه معروف لدى الكفار أنهم لن ينتصروا، فكان الساخر يسخر منهم والمستهزئ يستهزئ بهم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. يعني ما كان في الجاهلية واحد يجرؤ أن يكلمنا كلمة، الآن ينال منا ويسخر بنا. كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، فقيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن منهم من أصر على طلب نزول القتال وفرض القتال. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟
فسبق وبينا أن الشخص لا يتمنى مزيدا من التكليف، فإنه إذا كلف قد لا يفي بما عاهد عليه ربه سبحانه وتعالى. قد تتمنى القتال، فإذا دخلت ساحات الوغى ورأيت الرقاب تتطاير والرؤوس تهشم والأيدي تقطع والدماء تسيل قد تفر، فإذا فررت فالله قال: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والنبي يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، منها التولي يوم الزحف. فالتولي يوم الزحف من الموبقات. فالشاهد أن الشخص لا يتمنى مزيدا من التكاليف، ولكن إذا كلف يستعين بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فقوم من بني إسرائيل من بعد موسى قالوا للنبي: اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فنصحهم وذكرهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فنفر كلهم إلا القليل، وابتلوا بالشرب من النهر، بالمنع من الشرب من النهر، شربوا إلا قليلا منهم، فالقليل أصبحوا أقل وأقل. لما برزوا لجالوت وجنوده قال: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الذين ثبتهم الله عدد قليل هم عدد أصحاب النبي يوم بدر، والله أعلم. فالتكليف يختلف عن الأماني الباطلة. دوما الناس يتكلمون بألسنة حداد، وعند الجد لا ترى منهم عملا، لا ترى منهم عملا. خطابة يجيدها أكثر الناس وحسن الأسلوب والصياح، لكن العمل قل من يعمل. إن الرسول قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فالإمارة أيضا بلاء، بلاء واختبار. فلا تسأل الإمارة، إنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وهنت عليها. فلا نتمنى ما لم نكلف به. والصحابة لما قالوا عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فالشخص لا يطلب مزيدا من التكاليف. وكما بين من قبل أن البناء الذي يبني إذا أراد أن يبني جدارا ارتفاعه 6 أمتار فبناه في يوم واحد، ثاني يوم يسقط، ولكن يبني متر ثم يتركه حتى يتماسك وينشف، وبعدها يرفع مترا، وبعدها يعمل دواعم عمدان تسند، ويرفع شيئا فشيئا. وهذا قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فمن علم عمل بما عمل أورثه الله علم ما لم يعمل ما لم يعلم، والله أعلم.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلاتك وسلامك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما لا يخفى عليكم أن الفترة المكية بكاملها لم يفرض فيها القتال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يجز أن تقاتل وأنت بمكة. لماذا لم يؤمر المسلمون بالقتال في مكة؟ قل أولا لله الأمر من قبل ومن بعد، والله يعلم ونحن لا نعلم. لكن التمس العلماء أسبابا لذلك، منها أن مكة كانت بلادا آمنة مطمئنة، بلادا آمنة مطمئنة بتأمين الله لها، بتأمين الله لها، فكانت بلدا حراما، فحتى لا يتهم المسلمون بانتهاك حرمة البلد الحرام، فهذا أحد الأسباب. قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أو ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، فإذا أثار المسلمون القتال وبدأ القتال يكونون قد تسببوا في إذهاب حرمة مكة وشماتة الناس في أهل مكة. هذا سبب. السبب الآخر أن أهل الإيمان كانوا أقل عددا، والحكمة تقتضي أن لا ينشأ قتال إلا بين فئات على الأقل متقاربة. ولا يخفى عليكم أن الجهاد في سبيل الله بمعنى القتال له فقه، والله خفف. فلما قال ربنا في سورة الأنفال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان الواحد ينازل 10 من الكفار. إذا زاد العدد خلاص ممكن تعتذر عن إنشاء المعركة، لكن إذا كان المؤمنون 10 والكفار 100 يقاتلونهم. لكن بعد ذلك خفف، قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أصبح الواحد ينازل 2. فإذا كان العدو 10 لا تنشئ قتالا، إذا كنت واحدا لا تنشئ معه قتالا، فإنه محكوم عليك بالإبادة. فالجهاد والقتال في سبيل الله له فقه، فليدرس هذا الفقه. لكن الذي يستدل بقول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ويقول: أنا أقاتل الصين الشعبية بمفردي، لأن الله قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يقول هذا الشخص جهل فقه الجهاد وجهل سنن الأنبياء والمرسلين. والشخص عليه أن يبذل ما استطاع لنصرة دينه بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنتم تعلمون أن هناك أنبياء لم يكلفوا بالقتال، يعني نوح صلى الله عليه وسلم ما آمن معه إلا قليل وما أمر بقتال، ولا سمعنا ولا قرأنا في كتاب الله أن نوحا عليه السلام باشر قتالا. والخليل إبراهيم، هذا ليس تثبيط عن الجهاد إنما لبيان شيء من فقه الجهاد. أما الجهاد قد يكون بالنفس وبالمال وبالكلمة، صور متعددة، فتختار الصورة المناسبة للوضع الذي أنت فيه. لا نقول تكاسل ونم، انصر دينك بكل ما تستطيع بالحكمة والموعظة الحسنة. لكني أقول مثلا: نبي الله هود عليه السلام ما قاتل، نبي الله صالح ما قاتل، نبي الله إبراهيم ما باشر قتالا، نبي الله يوسف ما قاتل. في أنبياء كتب عليهم القتال قاتلوا، وأمة محمد من هذا، لكن لا فقه أيضا،
للقتال فقه لا بد وأن يدرس، لا بد وأن يدرس. فهذا الوجه الثاني، أن المسلمين كانوا قلة، وإذا أعلنوا عن قتال سيبادوا في الحال وتؤد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن النبي كان اتهم من المشركين أنه يفرق بين الولد ووالده، فإذا كان واحد من أصحابه قتل والده ستثبت التهمة ويشن على المسلمين، فتؤثر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا، أن المسلمين، أن الدعوة لم تكن بينت بيانا كاملا شافيا، لأن أهل الشرك كانوا يشوشون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا عليه، حرفوا الكلم، كانوا يتواصون فيما بينهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ذلك فإن الله قال للنبي وللمسلمين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. كان هناك تشويش، فالدعوة لم تكن بينت بيانا كافيا يصل إلى عموم الناس، بينت لفئة، وإلا أهل الشرك يحجبون وصولها ويمنعون إيصالها على الوجه الصحيح. خامسا، أنه كان هناك تعليم لضبط النفس أيضا، فالعرب كانت عندهم أنفة، كان يأنفون أن يتأمر عليهم واحد، يأنفون من ذلك، كل واحد يكون له رأي من نفسه إلا ما دعت إليه الضرورة عندهم. ومن ثم قال النبي في حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي كما يموت أهل الجاهلية في استنكافهم أن يأخذ أحدهم الأمر. فكانت عندهم أنفة وكانت عندهم عصبية، فضبطها يتأتى بالصبر والمنع من القتال إلى أن قوي أمره. هذه بعض الأسباب الملتمسة في هذا الصدد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هنا قال بعض العلماء: أو بمعنى بل أشد خشية. ومن العلماء من قال: منهم من يخشى الناس كخشية الله، ومنهم من يخشى الناس أشد من خشيته لله. ومنه قوله تعالى في تفسير: أو وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قيل أرسلناه إلى 100,000 في نظر بعض الناظرين، أو يزيدون في نظر ناظرين آخرين. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال. بدأت الاعتراضات على أوامر الله، ليست اعتراضات رفض القرآن، ولكن كانوا يؤملون أن يتأخروا شيئا ما عن الجهاد. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل، مهما أخرتم فإن المآل إلى الموت. وفي الحديث على فرض ثبوته، حديث موسى عليه السلام وفقه لعين ملك الموت، وأن الملك قال: إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. قال: ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فمن الآن إذن. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أي قدر الفتيل. والفتيل في قولان للعلماء: القول الأول وهو الفتلة البيضاء التي تكون بين فلقتي النواة، وهذه النواة نواة التمر، فيها ثلاث آيات من كتاب الله: ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون فتيلا، والقطمير، ما يملكون من قطمير، قطمير الغشاء الرفيع الذي يحيط بها، النقير النقطة السوداء التي عليها، الفتيل الذي بين الفلقتين. ومن العلماء من قال: الفتيل إذا فتلت يدك خرج فيها وسخ، هذا الوسخ يسمى الفتيل، والآيات تحتمل هذا وذاك. ولا يظلمون فتيلا،
ثم يبين الله أن الجهاد في سبيله والقتال لا يؤخر أجلا ولا يقربه، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو كنت في برج من حديد أحاط بك من كل الجوانب لا تقل كيف سيأتيني ملك الموت، كما يقول قال كل واحد عارف شغله، كيف سيدخل لك ملك الموت وأنت في البرج المشيد؟ الله علمه كيف يدخل وكيف يقبض روحك. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، فكما سلف القتال لا يقدم أجلا ولا يباعده، وكلمة الحق لا تقدم أجلا ولا تباعده. الله قال في كتابه الكريم لكل أمة أجل، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قد تحذر الخروج لأي سفر، تقول أنا أخاف من الأسفار، أخاف من ركوب الطائرات، أخاف وتمكث في بيتك، إذا قدر عليك الوفاء في مكان لابد أن تخرج إليه كي تقبض روحك هنالك، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، إن جاءهم جدب أو خير أو سعة في الرزق أو أنتجت إبلهم أو رزقت نساؤهم بمولود ذكر، قالوا هذا من عند الله. في أن أهل الشرك كانوا يعرفون الله، لم يكونوا يجحدون رب العالمين، هم يعرفون الله لكن يعبدون معه آلهة أخرى، وهذا معنى الشرك، يعبد الله ويعبد معه إلها آخر، يقر لله بالربوبية ويدعو غيره. قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة جدب في الأرض أو قلة في النسل أو موت أو منع الغيث أو المطر، تصبهم سيئة يقول هذه من عندك أنت المتسبب فيها يا محمد، من يوم أن رأيناك اطيرنا بك واطيرنا بمن معك، كما يقول الأقوام لأممهم. تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وكما قال قوم صالح لصالح اطيرنا بك وبمن معك، وفي قصة الأصحاب القرية في سورة ياسين قالوا إن تطيرنا بكم، من يوم ما رأيناكم ونحن متشائمين كل يوم تأتينا المصائب بسبب وجودكم. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي بسببك وأنت المتسبب لنا فيها. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كل قدره الله سبحانه وتعالى، ما لهم قليل الفهم. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت المتسبب لنفسك فيها يا من أصابتك السيئة. إن أصابك مرض فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أنتم المتسببون لأنفسكم فيها. ومن ثم ورد وليحرر سنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى دملة في يده، دملة، فقال أستغفر الله. قيل له في هذا؟ قال وما يدريني لعلها معصية عملتها فأصابني الله بسببها في يدي. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فليراجع كل امرئ نفسه، فسلفنا الصالح كان أحدهم يراجع نفسه، قال الحسن البصري إني أعرف معصيتي في خلق دابتي وفي خلق زوجتي، تتقلب علي الزوجة، تقلب علي الولد، الدابة تنفر تكسر شيئا، فعلى المسلم أن يكون حذرا وينظر إلى ما يدور حوله وما يحصل له، فقد يحصل بالذنوب، ويربط بين الطاعة وبين الخير، ويربط بين السيئة وبين الابتلاء، أنها قواعد مقررة إلا أن الله يعفو ويصفح.
فلا اختلاف بين قوله قل كل من عند الله وبين قوله أما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المتسبب لنفسك فيها والله هو الذي قدرها عليك بسبب معصيتك. ما أصابك من حسنة فمن الله، أما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أقررنا أن هذا القرآن من عند الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيقنا بالبعث الآخر. صلوات ربي وسلامه على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.